واي حد لازم ياخد يوميا جرعه ما من الفيتامينز او من المالتي فيتامين من منطلق ان هو مش صعب جدا يحصل عليها من خلال الاكل؟ انا بدعم المكملات الغذائيه، وبدعم المكملات الغذائيه اللي لازم تكون مرخصه من هيئه سلامه الغذاء، وبصفه خاصه بدعم جدا ELP مالتي فيت او ELP مالتي فيت. اشمعنى ELP مالتي فيت؟ لان ELP مالتي فيت فيه مش هقول كل الفيتامينات والمعادن، لكن معظمها فعلا. يعني ليه بقول ألب مالتي فيت؟ أولا واخد ترخيص من هيئة سلامة الغذاء، وده يديني الأمان جدا. ثانيا متواجد في سلسلة صيدليات كبيرة، والناس اللي مش قادرة تنزل تروح للصيدلية، الدنيا حر مكسلين، عندنا أرقام ظاهرة على الشاشة. احنا كمان زودنا رقم، لأن كانت ناس بعض الناس بتشتكي إن 24 ساعة أرقامنا مشغولة، فعشان ده ما يضايقهمش زودنا رقم كمان على الشاشة عشان نحاول نبقى متاحين للسادة الجمهور. وطبعا انا زي ما انا شايفه على الشاشه، ده صوره ألب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء. طب فرصه نتكلم عن تفاصيله بالمره. طبعا ألب مالتي فيت ليه بقول انه ليه مميزات؟ اولا هو بيحتوي على عائله فيتامين ب الكامله. أوكي. صعب جدا ان انا اخد مالتي فيتامين في كل فيتامين بي كامله. بتلاقي في كوبالامين، في بيوتين، في فوليك اسيد، ما فيهوش مثلا نياسين، والنياسين مهم جدا لدعم الخلايا العصبيه. فألب مالتي فيت في ده مستو انه في كل عائله فيتامين بي الكامله اللي مدعمه للتمثيل الغذائي ومدعمه للايض. عندي داخل ألب مالتي فيت اعلى تركيز في الزنك. أوكي. الزنك رائع، الزنك مهم جدا جدا لكل العمليات الحيويه في الجسم. الزنك نقص هيحصل مشكله في التمثيل الغذائي. الزنك عندي 23.9 ملي جرام، يعني اولموست 24، وقصاده نحاس. فانت بتتكلم في مكمل غذائي في زنك وفي نحاس. طب المكونات دي كلها بتمتص في يعني بالجسم يوميا، ولا بيبقى فيه مساحه ان هي تتراكم؟ لو احنا بنتكلم على ان احنا بناخد جرعه يوميه من المكملات او من المالتي فيتامين، الزنك والفيتامين بي وفيتامين سي، كل الفيتامينات دي لا تتراكم في الخلايا، لانها بيسموها فيتامينات قابله للذوبان في الماء. أوكي. فالاكسيد بينزل عن طريق البول. تمام. فما بتتراكمش، عشان كده احنا لازم. ولا في اي فيتامين تاني عنده الخاصيه بتاعه التراكم؟ الكالسيوم موجود بنسبه بسيطه، which is امن جدا، يعني عشان مهما تراكمت ما يحصلش للكالسيوم. بالظبط. انا عندي الكالسيوم اعتقد 70 ملي جرام فقط. الانتاج بتاع الكالسيوم اليومي 1000. اوكي. 1000. لا فرق. طبعا الحامل بتاخد 1200. فالحلو في ألب مالتي فيت، ليه بقول يا جماعه خدوه لايف تايم، كبسوله واحده في اليوم، لانه امن جدا، حتى الكالسيوم مش موجود بالمقدار. والرياضيين ينطبق عليهم نفس الكلام اللي احنا بنقوله؟ الرياضيين مهم، ولا جرعتهم بتختلف؟ لا لا، هو الجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء هي كبسوله واحده، يا اما بعد الفطار يا اما بعد الغداء على كوبايه ميه كبيره. في كل الاحوال مش بالليل؟ لا، عشان هو بيدعم النشاط. اوكي. يعني مهم ان انا اخده الصبح وبعد كده انزل. اي حد بيستخدم ألب مالتي فيت، يمكن حتى حد يعني اعرفه استخدم ألب مالتي فيت، هو مش عارف، هو زوجي يعني، فبلاقي من 9 الصبح قال لك حد النهار فبقول ايه الموضوع ده، 9 يعني 9 وصاحي وبتاع، فبقول لي يا دينا ألب مالتي فيت خده بكامل ارادته ولا بتحت ضغط منك؟ لا بكامل ارادته. انا عايز ألب مالتي فيت، قلت له هو عندي، بتكلم الصيدليه او كلم الكول سنتر. فالمهم اخده، والله والله مش بكذب اطلاقا، انا شايفه نشاط وشايفه طاقه وشايفه مود حلو. فبيقول لي ده ده ده, 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 ده دي كبسوله، في زوجات كتير هيعملوا كده على فكره. دي كبسوله يا دينا عبقريه. فانا شايفه النتيجه، وانا لما باخده كمان بلاقي نشاط. يمكن انا مش بس فعلا كمان من ضمن الاثار الطيبه ليه ان هو بيعدل من الحاله المزاجيه. طبعًا. بيخلي الواحد في المود. طبعا. صحيح. طبعا الفيتامينز مهمه جدا لتعديل الحاله المزاجيه، وبس لو طبعا لو انا واصله لمرحله اكتئاب مزمن اكيد لازم اروح لدكتور. طبعًا. اكيد. طبعًا. لان بيبقى في ادويه ما، وادويه الاكتئاب ما تتاخدش اطلاقا غير تحت اشراف طبيب. طبعا. على طول بقول ادويه الاكتئاب تحت اشراف الطبيب، ولما نبطلها برضو تحت اشراف الطبيب، ما بنبطلهاش لوحدنا. طبعا. لكن ألب مالتي فيت الفيتامينات اللي فيه داعمه للمود، واحنا طول الوقت عايزين المود بتاعنا يبقى حلو، لان احنا عندنا ضغوطات في الحياه كتير. طبعًا. عندنا مسؤوليات، فالتفكير والاوفر ثينكينج ده بيتعب اعصابنا وبيتعب دماغنا. فعلى طول بقول ستات رجاله وستات جربوا ألب مالتي فيت، هتتبسطوا جدا جدا من النتيجه.